أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، واسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. وصل يا ربي على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الخطبة الأولى لسماحة زعيم المقاومة العراقية القائد السيد مقتدى الصدر دام عزه، يرجى الإنصات جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. القدس لنا ليس مجرد شعار أو هتاف، فالقدس في ضمائرنا، وفلسطين عربية ليس مجرد هتاف أو شعار، بل فلسطين في قلوبنا، فلسطين قضيتنا. وكلا كلا إسرائيل، هي ليست مجرد أهزوجة نرددها على اللسان، فإسرائيل كيان محتل غاصب لأرضنا وقدسنا ومقدساتنا، بل إن الكيان الصهيوني كيان إرهابي بكل ما للكلمة من معنى. فإننا كمسلمين نرهب ونرعب أعداء الله، كما قال تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. والكيان الصهيوني عازم على إرهاب المؤمنين والمدنيين في غزة الحبيبة بالقصف العشوائي وقتل المدنيين من أطفال ونساء وعزل. فيا أيها العجوز الخرف، بدل أن تسمع لوسواس الصهاينة بأن المقاومة الفلسطينية تذبح الأطفال، انظر بعينك إن كان لك عين ترى فيها الإرهاب اليهودي الصهيوني ضد غزة، حيث قطع الماء والكهرباء والطعام، ومنعت الكوادر الطبية من القيام بعملها، والمؤسسات الإنسانية من واجباتها. فأي حجة تقتلون بها الآلاف وتدعمون بها الكيان الصهيوني سوى حجتكم الواهية بوجود أسرى أمريكان؟ أفتقتلون شعبا لأجل حفلة مرتزقة اللزقين جواسيس؟ من أعطاكم الحق بذلك؟ أهي قوانين السماء أم قوانين الغرب الإرهابية يا أمة المثليين والشواذ؟ وإنك إذ تدافع عن ثلة أسرى أمريكان، فإنك قد أغفلت أن زحفك نحو الشرق الأوسط سيسبب لك ما لا تتوقعه من ردة فعل، لا من الخانعين بل من المجاهدين في فلسطين ومن يؤازرهم. فكل الشعوب العربية والإسلامية على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس، وإنها لتنتظر إشارة واحدة من ذوي الإيمان والصلاح والعلم والجهاد، لا من الفاسدين والمهادنين. فاتقوا يوم المظلوم فهو أشد على الظالم من يومكم أيها الظالمون. فيا أيها الأخوة المتظاهرون السلميون في العراق، أنتم اليوم
ملزمون بعدم التصرف الفردي من هنا وهناك، فلا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة. وكذلك أنتم اليوم ملزمون لتحضير قافلة الطوفان من الماء والطعام وتجهيزها، عسى أن تكون أسوة للعرب والمسلمين، وعسى أن نستطيع إيصالها لأهلنا في غزة الحبيبة المجاهدة بعد التنسيق مع سوريا أو مصر، وإن لم نستطع فتلك وصمة عار في جبين التاريخ الإسلامي والعربي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مقتدى الصدر، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالنا من نتنياهو مما حضرت وانتهكه مني، مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أيها الأحبة، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت تشغل مساحة كبيرة في ضمائر الأحرار في العالم من المسلمين وغيرهم، وما هذه التظاهرة المليونية إلا رسالة تضامن مع الحق الفلسطيني المخصوف ومساندة للمجاهدين الأبطال والمقاومين ولأهلنا في غزة الحبيبة. وفي ذات الوقت نعلن من خلال هذه التظاهرة الرفض والاستنكار للممارسات الوحشية التي تمارسها إسرائيل وأمريكا، فإن المجازر والحصار واستخدام السلاح الفتاك دليل الضعف والإجرام بحق الشعب المظلوم. وإننا نأمل من شعوب المنطقة أن لا تدخر جهداً في مساندة إخوانهم في فلسطين الحبيبة. وإننا من هنا نعلن عن مطالب المتظاهرين الشرفاء: أولاً، المطالبة بتجريم التطبيع في كل الدول الإسلامية والعربية. ثانياً، إيقاف الدعم الأمريكي للصهاينة وعدم الكيل بمكيالين. ثالثاً، غلق السفارات الإسرائيلية في جميع الدول الإسلامية والعربية. رابعاً، إيصال المساعدات الموحدة من الماء والغذاء من الدول الإسلامية والعربية لفلسطين المحتلة. خامساً، تدخل دول المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية عند الأمم المتحدة لإيقاف الإرهاب الأمريكي الصهيوني
ضد الشعب الفلسطيني. حفظ الله أهلنا في غزة ونصرهم على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين.